وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة. أكيد مثل ما عودناكم دايماً ريمبو مخبي لكم كتير من التحديات والمفاجآت، وكل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم، لحتى يكون عندكم فرصة تدخلوا السحب نهار الخميس الجاي. رح ذكركم أصدقائي أنه الرابح معنا لليوم رح يربح آيباد بقيمة 1000 درهم. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول ظاهرة من الوهم البصري وتعود إلى انكسار الضوء، حيث نرى أشياء وهمية في الطريق مثل الماء أو السفينة أو غيرها. ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء والتي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأصفر كان بيقول ظاهرة من الوهم البصري تعود إلى انكسار الضوء، حيث نرى أشياء وهمية في الطريق مثل الماء أو السفينة أو غيرها. ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء والتي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، سؤالنا كتير سهل وعلى الأغلب مارق معكم بالمدرسة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 سارة، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا الحمد لله تمام. خبريني سارة، عرفتي شو الجواب؟ السراب. أكيد أكيد. حدا ساعدك؟ هي أبيبة. أوكي شكرا لك سارة. مين رح يشارك؟ أم لليوم ما رح تقدر تشارك. ليش؟ وينه؟ في رحلة مدرسية. اوكي حلو كثير، يلا المهم هي كثير مبسوطه. طيب مين رح يشارك لك؟ عن كل الشله ما عدا امرا. الو الو عذيبه، اهلا اهلا وسهلا، كيفك؟ أهلا. الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ السراب. واكيد متاكده؟ مو باكيد، بلايين الاكيد. شكرا لك عذيبه. مين كمان؟ هذا سيف. الو اهلا سيف، كيفك؟ الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ سعيد بشارك. اوكي الو كيفك سعيد؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ اوكي اليوم الخميس لازم نكون كثير متحمسين. يلا مين كمان؟ هنيه. هي اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني هنيه شو الجواب؟ السراب. اكيد صح. بس يصير نشارك باسم امنه؟ لا لازم امنه تشارك باسمها. خلاص اوكي شكرا لك هنيه. موزه بتشارك. تمام. الو الو كيفك موزه؟ زينه. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ ال اوكي راب. السراب، شكرا لك موزه. مين كمان؟ الو مين؟ ألو مين معي؟ ألو مين معي؟ أنا عم بسمع. آمنة. كيف آمنة؟ مو آمنة برحلة. السراب. أوكي مصرين يشاركوا باسم آمنة. طيب شكرا إلك. مين كمان رح يشارك؟ باقي حدا؟ ألو أحمد. أهلا أحمد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ السراب. شكرا لك احمد، اعتقد خلصت الشله صح؟ صح. شكرا لكم اصدقائي، شكرا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. الشله قالوا انه الجواب هو الاصدقاء هو السراب، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه يا اصدقائي وتقدروا تكونوا من بين الرابحين. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ أفنان. أهلا وسهلا صديقتي، كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ سراب. أكيد أكيد. في حد رح يشارك؟ ألو بيان. أكيد. لين بيان. ليان ليان بيان. ليان ولا بيان؟ بيان. أوكي أنا بتذكر ما عندكم ليان صح؟ إن ليان. أوكي عندكم ليان. طيب بيان شو الجواب؟ السراب. أكيد مليون مليون أكيد. مليون مليون شكرا. مين كمان؟ لولو. أوكي لو. أهلا لولو، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ شو الجواب؟ ليان بعدك معي؟
بتوقع كأنه انقطع الخط. شكرا لكم أفنان وبيان وليان اللي ما لحقت تشارك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، مين معي؟ منى. مين؟ منى. منى أهلا وسهلا، منين عم تحكينا؟ بس الخيمة. قد ايه عمرك؟ سبع. العمر كله. طيب منى شو الجواب؟ شراب. أكيد؟ هي. شكرا لك منى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أكيد لتعرفي إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. مين يا ترى لسه من الأصدقاء؟ حليمة وفاطمة وينكم؟ أنا وريمبا عم نستناكم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. هابي فالنتاين داي. ثانك يو. هابي فالنتاين لك كمان حليمة. خبريني شو الجواب؟ شراب. أكيد. أكيد. مساعدة ولا بدون؟ بدون. أوكي، فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو ألو. أهلا أهلا، كيفك؟ الحمد لله. خبريني شو الجواب بسرعة. شراب. شكرا لكم حليمة وفاطمة، أنتم كنتوا آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. انتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى ظاهرة انكسار الضوء والتي تسبب ظاهرة الوهم البصري؟ وأكيد صح مثل ما جاوبوا كل الأصدقاء، السراب. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هي أحدى أكثر الغزوات الإسلامية الفاصلة التي خاضها المسلمون في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه الغزوة بين المسلمين واليهود، حيث حاصرهم المسلمون في حصونهم عدة أيام حتى تمكنوا من فتح جميع الحصون رغم معاناتهم ومكابدتهم في هذه الغزوة. ما اسم الغزوة التي وقعت بين المسلمين واليهود؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول هي أحدى أكثر الغزوات الإسلامية الفاصلة التي خاضها المسلمون في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه الغزوة بين المسلمين واليهود، حيث حاصرهم المسلمون في حصونهم عدة أيام حتى تمكنوا من فتح جميع الحصون رغم معاناتهم ومكابدتهم في هذه الغزوة. ما اسم الغزوة التي وقعت بين المسلمون واليهود؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، حاولوا تذكروا اسم هاي الغزوة، وأكيد أكيد إذا ما كنتم متأكدين من الإجابة تقدروا تسألوا الموجودين معكم عم يحضرونا، وأكيد بتقدروا تسألوا جوجل كالعادة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا، إزيك ندى؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب. غزو بني قينقاع. أكيد أكيد. ما لا اسم تاني أو مو اسم تاني، غزوة تاني. خندق. خندق ما كانت مع اليهود. طيب ندى شو رأيك أعطيكي شوية وقت تفكري فيه وتسمعي كمان إجابات الأصدقاء، بلكي تقدري تكوني أقرب لجواب صحيح ترجعي تتصفينا. أوكي؟ أوكي. شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون محاولات ندى صحيحة. أنتوا كمان أصدقائي إذا عندكم محاولات تانية أكيد اتصلوا فينا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أيوة حليمة، خبريني شو الجواب. فتح مكة. أكيد يا رب. أنا ماما قالت لي. أكيد، تحية كتير كبيرة للماما الله يحفظها يا رب. بس أوكي، طب جربي مثلا تتذكروا أكتر شو؟ غزوة بدر. طيب شوفي رح أخذهم إذا خطر لك كمان اسم اتصلي. أوكي؟ أوكي. شكرا لك حليمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. فاطمة رح تشارك؟ أوكي قبل الطرف الآخر. شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أو محاولاتكم صحيحة. أنا ما بعرف شو الجواب الصحيح، أكيد ريمبو رح يخبرنا بنهاية الوقت، لهيك أنتوا حاولوا قد ما بتقدروا فكروا وتذكروا وسووا هيك سير سريع. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، خبريني قدرتي توصل للجواب؟ غزوة بدر. أكيد. أحد. أكيد. شفتي اللالا؟ شو يعني بس أحد وبدر؟
شو؟ أحد. طيب بتحبي تاخدي شوية وقت تفكري ولا بتخلي الشلة تشارك؟ خلاص. وبسألك سؤال. شو؟ أباك تقولي كلمة أو رسالة. أوكي. بمناسبة الفالنتاين داي. ما بحب الشباب. ما بحب حدا، أنا بحب حالي. وبحبكم وبحب ريمبو. شكرا. شكرا سارة. مين كمان من الأصدقاء لسه رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم واتصلوا فينا، وأنتوا كمان وصلوا الرسائل للناس اللي بتحبوها بالفالنتاين داي، أهليكم أصدقائكم وكل شي بتحبوه. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا. شو ندى، قدرتي توصل للجواب؟ شو؟ مضبوط، الأحزاب. الأحزاب؟ آخر جواب؟ بني النظير. على فكرة اسم الغزوة، يعني الغزوة كلها اسم واحد مو اسمين أو ثلاثة مثلا، يعني كيف قلتي مثلا أحد بدر، هي هيك اسم واحد. شو؟ محاولات كمان ولا خلص الجواب النهائي؟ الأحزاب؟ الأحزاب؟ الأحزاب. أوكي طيب، رح أخذ إجابتك ندى، إن شاء الله تكون صحيحة وشكراً لمشاركتك. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مين معي؟ فنان. أهلا وسهلا فنان، خبريني شو الجواب. هو أنا شوي محتارة، يا إما غزوة بني نظير ولا غزوة الخندق. الخندق. خندق أو غزوة بني قريبة. شوفي هلا مش بني، لانه قلت لكم هي اسم الغزوه من كلمه واحده. اوكي فاعطيني جواب نهائي. غزوه الخندق. الخندق. اوكي رح اخذ الاجابه، ان شاء الله تكون صحيحه. انت شكلك اصلا كثير محتاره، اعطيتيني ثلاث خيارات. اوكي طيب، في حدا رح يشارك كمان؟ افنان. هاي افنان بعدك معي؟ للاسف قطع. اوكي اتصال جديد. حليمه خبريني شو الجواب. خيبر. خيبر اكيد. ايه. طب اوكي كيف عرفتي؟ لحالي. اوكي شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ ايه. اوكي الو. اهلا اهلا، خبريني فاطمه شو الجواب. غزوة خيبر. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، يعني شاركوا آخر شيء وعطوني الجواب الصحيح. للأسف أصدقائي انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما اسم الغزوة التي وقعت بين المسلمون واليهود والجواب غزوة خيبر. للأسف أغلب إجاباتكم كانت خطأ. مو مشكلة، لسه ريمبو مخبيلكم كتير معلومات، رح نكمل بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم ليكون عندكم فرصة تقدروا تدخلوا الصح نهار الخميس القادم وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول مدينة رياضية في إمارة أبوظبي توفر مختلف الألعاب، ويعتبر هذا المجمع الرياضي الضخم موطناً لكافة الرياضات بدءاً من مرافق كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية وصولاً إلى ملاعب التنس وملعب كرة القدم ومركز اللياقة البدنية. كما تحتوي المدينة على صالة للبولينج وحلبة للتزلج على الجليد مفتوحة أمام الزوار. ما اسم المدينة الرياضية الموجودة في إمارة أبوظبي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. في اتصال؟ في اتصال، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، خبريني قدرتي توصل للجواب؟ مدينة زايد الرياضية. أكيد؟ أكيد. أوكي أنا هلا بدي إياك توجهي رسالة للي بتحبيهم. شو؟ وجهي رسالة للي بتحبيهم. أشكرهم على كل شيء سووا حقي عشان أكون فرحانة. حلو. وأحبهم أكثر من الدنيا. شو؟ احبهم. اوكي اوكي وانا اكيد ان هني كمان كثير 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 بحبوكي. شكرا لك ساره. مين لسه من الاصدقاء؟ الو.
موزة. خبريني شو الجواب. مدينة سايد هيا. شكرا لك موزة. مين كمان؟ ألو سيف. صح سيف؟ سيف. أوكي خبرني سيف شو الجواب. مدينة سايد الرياضية سيد بشار. شكرا سيف. أوكي ألو. أيوة سعيد شو جوابك؟ شكرا لك صديقي. مين كمان؟ ألو عذيبة. أيوة أيوة يا صديقتي شو جوابك؟ مدينة سايد الرياضية. شكرا لك عذيبة. مين كمان؟ هنية وآمنة. أوكي. هنية وآمنة. ألو ألو هنية آمنة. طب مو أنت قلتوا لي آمنة برحلة مدرسة؟ صح؟ رجعتي. اوكي كيف كانت الرحلة؟ حلوة؟ حلوة ولها كانت يعني علمية. وين رحتوا؟ معرض اكسبو. حلو معرض اكسبو اللي بالشارقة؟ بدبي. بدبي اوكي حلو كثير. طيب آمنة عرفتي الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ الو هنية اهلا وسهلا. خبريني شو الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لكم أصدقائي إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. شو اللي بتقلكم إن الجواب مدينة زايد الرياضية؟ يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح. اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ منيف. منيب؟ منيف. منيف بالفاء؟ أيوة. أهلا وسهلا فيك. خبرني من وين عم تحكينا؟ من رأس الخيمة. أهلا وسهلا صديقي. طيب قدرت تعرف الجواب؟ شو؟ شو؟ دينا زايد الرياضية. أكيد؟ أكيد. شكرا لك. مين كمان؟ منا الآن. منا تمام. منا أهلا صديقتي. خبريني شو الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لكم منيف ومنا ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يحاولوا او يستغلوا الوقت اكثر وبسرعة بسرعة يتصلوا فينا ويشاركونا اجاباتهم. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، كثفوا اتصالاتكم وشاركوني بكل اجاباتكم. يلا يا اصدقائي. الو اتصال جديد. حليمة خبريني شو الجواب؟ مجمع زايد الرياضي. مجمع ولا مدينة؟ عشان نكون دقيقين. مجمع. اوكي. طيب فاطمة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. اهلا اهلا. خبريني فاطمة شو الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لك يا صديقتي. حليمة وفاطمة كمان قالوا مدينة زايد الرياضية. يا ترى هالإجابات صح أو خطأ أو في جواب تاني؟ ما بنعرف، لازم نستنى نهاية الوقت. اتصال جديد ونقول ألو. ألو مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني رناد عرفتي الجواب؟ عرفته. شو؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لك رناد. مين كمان؟ رتاج بتشارك. تمام. ألو أهلا رتاج، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. خبريني صديقتي شو الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكرا لكم صديقاتي لنا دورتاج، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ باقي لنا شوية وقت اصدقائي، لحقوا بسرعة بسرعة روحوا عند التليفون مو التلفزيون، التليفون اتصلوا فينا وخبرونا اجاباتكم. ندى انا عم بستنى جوابك. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو اهلا اهلا، شفتي كيف كنت عم بستناكي؟ خبريني شو الجواب؟ مدينة زايد الرياضية. شكراً لك صديقتي، أنت كنتي آخر المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم المدينة الموجودة في إمارة أبو ظبي؟ أكيد اسمها مدينة زايد الرياضية. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول ظاهرة طبيعية عبارة عن تشققات في قشرة الأرض
يخرج منها حمم منصهرة، ويحدث ذلك من خلال فوهات أو شقوق، حيث تتراكم المواد المنصهرة وتنساب حسب نوعها لتظهر على أشكال مختلفة، منها التلال المخروطية أو الجبال العالية. ما هي الظاهرة التي تحدث بسبب تشققات في قشرة الأرض وتنبعث منها حمم منصهرة؟ احنا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة يا صديقتي، خبريني شو الجواب. براكين. البراكين أكيد صح؟ إيه. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. ألو. أهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب. البركان. شكرا لكم حليمة وفاطمة. شوفوا حليمة وفاطمة كانوا أول المشاركين وبعتقد أنه كتير ساعدوكم. حليمة وفاطمة قالوا أنه الجواب هو البركان. يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، أكيد لازم نستنى لينتهي الوقت ورامبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. بس هلأ معنا اتصال جديد، لهيك لازم نقول ألو. ألو. مين؟ مينة. مينة أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني شو الجواب. الجواب هو البركان. طب مين ساعدك؟ انت لحالك عرفتي؟ ايه. اكيد؟ ايه. اوكي منا، منيف رح يشارك؟ ايه. تمام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا صديقي. اللي شو الجواب؟ البركان. طب انت كمان حدا ساعدك ولا لحالك عرفت؟ ماما منا كذابة. ايه ما كذاب. شكرا للماما انه ساعدتكم اكيد. شكرا لكم منيف ومنا، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه يا اصدقائي. ريمبو مو كثير مهم بالنسبه له اذا حدا ساعدكم او اذا انتم عملتوا سيرش او اذا انتم بتعرفوا المعلومه، اهم شيء تقدروا توصلوا للجواب الصحيح وما تنسوا. اتصال جديد وبنقول الو. الو. مين معي؟ زينب. زينب اهلا وسهلا، وينك زمان زينب؟ وين كنتي؟ اوكي طيب كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي الجواب؟ ايوه. شو؟ البراكين. اكيد. اكيد. في حدا رح يشارك؟ لا. اوكي شكرا لك زينب، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا كل اتصالاتكم، بلكي ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا نجوم الاسبوع وتشاركوا معنا الاسبوع القادم لتربحوا كثير 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 من الجوائز القيمه، وكمان ممكن تعيشوا ويكند مختلف، تكون الجوائز هي عباره عن رحلات كثير حلوه وممتعه. رح ارجع اكرر عليكم اصدقائي سؤالنا، بيقول ما هي الظاهره التي تحدث بسبب تشققات في قشره الارض وتنبعث منها حمم منصهره؟ اتصال جديد بنقول الو. الو. اهلا وسهلا، مين معي؟ مساء الخير. مساء النور. مين؟ عليا. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحه. الحمد لله، ان شاء الله دوم تكوني بالف خير يا صديقتي. خبريني عليا، قدرتي توصل للجواب؟ هي نعم عرفت الإجابة. شو؟ البركان. شكرا لك صديقتي، أنا وريمبو كتير فرحنا مشاركتك، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا ترى يا أصدقائي مين لسه رح يشارك؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أفنان. صح. خبريني شو الجواب؟ البركان. حدا ساعدك؟ عرفت لحالي. أكيد؟ لأنه أخذنا عنه بالصف الخامس بس هسأل الصف السادس. ممتاز، أوكي أفنان شكرا لك. بيان رح تشارك؟ بيان وليان. أوكي بس لا تهرب ليان، خليها تشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيان ولا ليان؟ بيان. ليان أهلا وسهلا. بيان. أوكي سوري بيان. خبريني شو الجواب؟ البراكين. شكرا لك. تمام. أكيد أكيد أكيد. شكرا. أكيد أكيد أكيد. شكرا بيان. ليان كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ براكين. أكيد. شو؟ ألف أكيد. ألف شكرا لكم أفنان وبيان وليان، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة يا صديقاتي. كمان اتصال ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا ندى، خبريني شو الجواب؟ البركان. ماما ساعدتك؟ آه. اوكي شكرا للماما وشكرا لك ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يا ترى في حدا رح يشارك؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. يارا. يارا اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟
البراكين. أكيد أكيد. شكرا لك صديقتي. مين معي؟ موزة. موزة خبريني شو الجواب. سارة براكين. شكرا لك موزة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه؟ عذيبة. أيوة خبريني بسرعة شو الجواب رح ينتهي الوقت. البركان. شكرا لكم أصدقائي، للأسف ما قدرت أخذ كل إجابات الشلة، انتهى الوقت يا أصدقائي. لسه ليمبو مخبي معلومة. أصدقائي انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما هي الظاهرة التي تحدث بسبب تشققات في قشرة الأرض وتنبعث منها حمم منصهرة؟ والجواب أكيد صح البركان. ألف مبروك أصدقائي، أنا وريمو رح نطلع بريك سريع ونرجع لكم. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني بهذا السؤال. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول له ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هي أحدى أنواع الثدييات الإفريقية، وهي أطول الحيوانات البرية على الإطلاق. شكلها يشبه الجمل، أما اللطخات الملونة على جسدها تجعلها شبيهة بالنمر. أبرز ما يميزها هو عنقها وقوائمها فارعة الطول والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون. تتغذى على أوراق وأغصان الشجر. ما هو الحيوان الذي يمتلك رقبة وقوائم فارعة الطول؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، رح أرجع كرر عليكم بس السؤال بيقول ما هو الحيوان الذي يمتلك رقبة وقوائم فارعة الطول. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا سارة، خبريني شو الجواب. زرافة. أكيد أكيد. مساعدة ولا بدون؟ بدون. أوكي مين كمان رح يشارك؟ لولا. أهلا عذيبة، خبريني شو جوابك. زرافة. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ موزة. أيوة شو الجواب؟ الزرافة. شكرا صديقتي. مين كمان؟ هنية، آمنة، سيف سعيد. سيف. سيف أهلا وسهلا من جديد. اللي صديقي شو جوابك؟ زرافة. زرافة. شكرا سيف. مين كمان؟ أنا. أيوة سعيد بكل حماس اللي الجواب. شكرا سعيد. آمنة وهنية. آمنة. أهلا وسهلا، إلي شو الجواب؟ الزرافة. شكرا صديقتي. باقي هنية. ألو. أيوة هنية أهلا وسهلا من جديد، إلي شو جوابك؟ الزرافة. شكرا لكل أعضاء الشلة اللي قدرت أخذ كل إجاباتكم. مين أحمد؟ هاي. أوكي إلي أحمد شو الجواب؟ الزرافة. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا من بين الرابحين. يا ترى مين غير الشله رح يشاركنا ويخبرنا شو الجواب؟ اصدقائي الشله قالوا انه الجواب زرافه، يعني يمكن تكون صح ويمكن تكون صح. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا عليا. خبريني. اهلين حبيبتي. اهلين فيكي، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ بس قبل ما أجاوب ممكن أهدي تحياتي؟ أوكي طبعاً ممكن. تحياتي لريمبو. أوكي. أول شيء. تمام. وحقك أنتي أنا واركيك. حبيبتي شكراً. وثانياً حق صديقتي السعودية دعاء. أوكي شكراً لك يا صديقتنا عليا، إن شاء الله تكون إجابة. ما أخذت إجابتك، خبريني شو الجواب. الزرافة. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة عليا، وأكيد ريمبو وكل تلفزيون الفجيرة بيحمل لك كثير من التحيات الحب والتقدير. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو ألو. ندى. خبريني شو الجواب. الزرافة. أكيد أكيد. ماما قالت لك شو؟ تحية للماما، شكرا لك ندى. ندى لازم إذا ربحتي تشاركي الماما بالجائزة. شكرا يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. لو مين؟ منيف. أهلا وسهلا منيف، خبرني شو الجواب. زرافة. أكيد أكيد. تحب الزرافة ولا بتحب حيوان ثاني؟ حيوان ثاني. شو؟ الفهد. فهد، واو حلو كتير. طيب منا رح تشارك؟ نعم. يلا تمام.
منا يا منا. الو خبريني شو الجواب؟ جواب هو الزرافة. اوكي طيب خبريني شو اكتر حيوان انت بتحبيه؟ الاسد. شكرا لكم اصدقائي اقوياء، حتى الحيوانات اللي بتحبوها كثير اقوياء. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. منيف ومنا وباقي الاصدقاء جاوبونا وقالوا الزرافه، رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. اهلا حليمه، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الزرافه جميله على عائشه كثير كثير. عمين سلم لك؟ عائشه كثير كثير. عائشه حاضر بيوصل. اوكي فاطمه كمان رح تشارك؟ ايه يلا تمام. الو. اهلا فاطمه، خبريني شو جوابك؟ زرافه. شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، وشكرا لمشاركاتكم، واكيد رح نتشكر عائشه. شوفي عائشه صار عندك كثير محبين. اتصال جديد وبنقول الو. لا. الو. الو. مين؟ افنان. افنان اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ زرافه. مساعده ولا بدون؟ بدون، انا عارفه لحالي. سهل سهل صح. اوكي مين كمان رح يشارك؟ بيان وليان. الو الو. اهلا اهلا بيان، خبريني شو الجواب؟ الزرافه. شكرا لك صديقتي، اخذ الجواب من ليان. الو. اهلا ليان، شو جوابك؟ زرافه. حدا ساعدك؟ لا. افنان لحالك؟ يا سلام، شكرا لكم يا اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى مين لسه رح يشارك؟ يلحق هيك بسرعه يتصل اتصال جديد ومنقول الو. انا. اهلا زينب، خبريني بسرعه شو الجواب؟ الزرافه. شكرا لك زينب، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لليوم، للاسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي الحيوان التي تمتلك رقبة وقوائم فارعة الطول؟ وأكيد صح الزرافة. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، وهلأ صار أحلى وقت، رح نعرف مين نجم الأسبوع ومين الرابح معنا. للأسف صديقنا حبيب ما قدر يكون موجود، لهيك أنا رح أعرف. تمام رح ناخذ اللون الأحمر بما أنه اليوم الفالنتاين. اللون الأحمر بيقول إنه الرابحة معنا ريتاج من خور فكان. ألف 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 مبروك صديقتي ريتاج، أنت رابحة معنا أكيد. أنا ورينبو بنتمنى نشوفك الخميس القادم. لهون بيخلص مشوارنا معكم أصدقائي، لا تنسوا تكونوا على الموعد نهار الأحد. أنا ورينبو بنحبكم كثير، باي باي.